السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم فوزي يعود إليكم من جديد بفيديو جديد. هذا الفيديو أنصحكم أحبتي في الله، إذا نصبتم الأقفاص فاحذروا من هذا الصيد من الطيور المهاجرة الجارحة. نصبت واصطدت والحمد لله، ولكن انظروا ماذا بقي في هذا القفص. اللهم اخلف لي في مصيبتي واتني خيرا منها، اعظم دعاء اذا خسرت شيء. واحذروا احبتي في الله كما قلت، اذا نصبتم الاقفاص فاحذروا من الطيور الجوارح كثيرة الانواع وهي مهاجرة. نصيحة، اذا وضعت قفص صيد فلفه في بلاستيك هكذا، هكذا وضعه في الصيد، سيخاف ولن يقربه أي طائر جارح. أحبتي أحبابي في الله، تابعونا على صفحة الصيد البري وأنتظر منكم التعليقات والنشر، وبالأخص النشر ليستفيد الجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.